الديربي مصنف على العالم بانه راه احسن ديربيات في العالم، تتصنف مع ديربي تاع الطليان ميلانو والانتر، وتتصنف على الدول العربيه كمان. يعني بالافتخار نفتخر انه بيضاوي عندنا مراكش، ومرحبا بهم. هادشي اللي غادي نقول لك اختي، امل شوف السياحه ديالنا ما توصلك حتى واحد جوج الليل ثلاثه الليل تبقى صدقان يقول لك حتى شي واحد اش دير. المباراه تكون صعيبه شويه ما بين الرجاء والوداد، حنا انسان نجي نتفرجوا ما باش ما يكونش الانسان الشغف وداك الشيء، واللي اللي ربح اللي يلعب كره يسير الربح. نتمنوا غير دوز في واحد الناحيه الرياضيه وما يكون صداع ما يكون مشاكل بحال هكا، هادشي مزيان. ولكن جمهور مراكش هو فرحان بهاد الجماهير اللي جات من الدار البيضاء، ونتمنوا المباراه تدوز في جو رياضي الحمد لله.